صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل حفظ القرآن مقدم على طلب العلم؟ ومن لم يحفظه هل يلزمه حفظه قبل الطلب؟ لا شك أن حفظ القرآن ينبغي أن يكون مقدما على طلب العلم في سن مبكرة، في سن مبكرة تعلمه وهو صغير من أجل أن يرسخ في ذاكرته، والحفظ أسهل عليه. ثم إذا أدرك وكبر يطلب العلم ويكون عنده الأصل وهو القرآن. نعم.